سيداتي سادتي مشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بكم. جلسة علنية أخرى هي السابعة في سلسلة جلسات هيئة الحقيقة والكرامة، نفتتحها بالنشيد الوطني الرسمي. والآن نستمع إلى كلمة هيئة الحقيقة والكرامة. مساء الخير ومرحبا بكم الكل. اليوم ما جيناش باش نحتفيو، جينا بمناسبة عيد المرأة. الأخطار الفنية تصير للناس الكل. اليوم جينا بمناسبة عيد المرأة لنغتنم هذه الفرصة لتسليط الأضواء على الانتهاكات التي طالت نساء تونس على مدى عقود، وأيضا لتخليد نضالاتهم ضد الاستبداد في جميع تعبيراته. هناك مفارقة من جهة، تونس بلد رائد في حماية حقوق المرأة وحريتها، وحينما المرأة تتجرأ للدخول في الفضاء العام تجد نفسها وجها لوجه مع القمع، مع آلة الاستبداد. وطالما هذه المرأة تكون خاضعة وموالية للسياسة الرسمية لمن يحكم، فترى نفسها خارج هذا القمع، وكلما تجد نفسها في موقع المعارضة أو في موقع ممارسة مواطنتها بشكل فعلي تجد نفسها أيضاً
تحت هذه الآلة نتاع القمع التي لا تقبل أن تمارس المرأة حريتها كمواطنة كاملة الحقوق. وهذه السياسة القمعية التي والانتهاكات التي طالت نساء تونس ليست جديدة وليست مقتصرة في العهد بن علي، فنجد أن منذ فجر الاستقلال هناك مناضلات لقاو نفسهم في السجن، كما السيدة أم الزين بن نعيفة التي حكمت من المحكمة القضاء العليا بأربع سنوات سجن ونفذتهم في السجن، وهي أصيلة الكتار وهي كانت مناضلة ومقاومة، وبالطبع هذا تراو صورتها وتراو الحكم اللي كان تسلط عليها لا لشيء لأنها دعمت المقاومة في جبال قفصة. وتتكرر هذه السياسات القمعية طيلة 60 سنة وكانت ممنهجة، وأيضا مورست ضد الحركة النسوية. كلما هذه الحركة أخذت مسافة من السياسة الرسمية وطرحت مطالبها بشكل مستقل، وكلما تجرأت نساء تونس على معارضة الحكم القائم. اليوم سنعرض عليكم 3 أنواع من الانتهاكات، وذلك غير حصري على عدد الانتهاكات التي طالت نساء تونس. عنا الانتهاكات التي لها صلة بالقفة وبالسجن الأطفال، وعنا أيضا الانتهاكات التي طالت الناشطات الحقوقيات، وأخيرا عنا الانتهاكات التي معناها طالت أيضا ضحايا منشور 108. فلنستمع إليهن. نلتمس من الحضور الكرام التفضل بغلق الهواتف الجوالة التزام الصمت التام، كما نرجو منكم عدم التصفيق، شكرا. بين قوة الإيثار لذلك العزيز المسجون وشدة الظلم لتلك العائلة التي تفتقر غالباً لأبسط الاحتياجات. هي تجمع بين ذلك الدعم لذلك السجين والمشقة لتلك العائلة، مشقة في توفير مستلزماتها، مشقة في إعدادها، مشقة في طريق إيصالها، ومشقة في الحفاظ على أن يفقد الأكل رونقه ولمسة أنامل صنعته بحب حتى تصل الرسالة بكل معانيها في زمن منعت فيه الرسائل. تجمع بين القوة والصبر من جهة وبين الذل والمهانة من جهة أخرى. ذل ومهانة في الطريق، ذل ومهانة أمام باب السجن وفي الانتظار، ذل ومهانة أمام عون ترجوه أم أو أب أو زوجة لإدخال قفة دون أن ينقص منها شيئاً أو يبعثر ما فيها أو يرجعها أصلاً. القفة هي كل تلك المتناقضات، لا عجب فهي في مكوناتها من أطعمة تجمع بين الحلو والحار والمالح. القفة ليست فقط مأكولات، القفة شجاعة
في مغالبة الظلم، هي سلاح الحب والعطف والأمل في مواجهة سياسة الكره والقسوة واليأس. سيدة مباركة تونكتي ما هيش معانا اليوم، لأن السيدة مباركة كان عندها 5 أبناء مساجين وكان عندها صهرها. والسيدة مباركة حتى وهي في أثناء اهتمامها بهم وزيارتها لهم مرضت بالسكري ومرضت بأمراض عديدة، ومن بينها مرضت بمرض الرعاش، والأمراض هذه خليتها اليوم ما تكونش معانا. احنا باش نشوفوها في بعض اللقطات المصورة اللي صورها فريقنا كي زارها، لكن ابنتها هدى هي بيدها عانات مع أمها وعاشت مسألة القفة ومرارة القفة وعزة القفة. تفضل مدام هدى، قدمنا شنو الظروف اللي عشتوا بها. شكرا. استنوا الشريط. وصلحت ما نمشي نزور، بنيت ندفع القفة باش نمشي نزور، يجيني بلقات العساس نتاع الحبس يقولي انت متزوريش علاش داير مساك في المحرمة، مدخلش نزور خاطر مساك. نصرف القفة مش شوي ويزيد يفرقي سهالك، نهار يقولك هذا ممنوع ما يدخلش، نهار يدخلو لك كعبة بالبدا، نهار يدخلوا لك معناتها كل حاجة نقصوا لك، من يدخلوا لنا منها حاجة، من رؤوف وقت صيف نهزل في العصير بدون بتاع 5 الباطر، قالوا يدخلوا له ويدخل كل شيء، ما تخلوش نقطة ما يعرفش عليهم، ما سمعش بيها تسمع. هاي ونسيبه معاهم زاد نزوروا حتى هو ونمشي له. برج الرومي ومشكل الجندوبة وهنا 9 أبريل. أي وقت معناتها يدخلوا عليك ويطلوا على الدين الكل، بالك شم خبي حد انت هنا من غير بلادك، لكن بلادك انت مشدودين، بالك تجيبي واحد آخر تقولي معاش يجوني، معناتها يدخلوا لازم يفلس على كل شيء. والزيارة احنا نتاعنا احنا سوريا معناتها عيط الواحد، كل واحد وحده، معناتها خاصة زيارتنا ما نزوروش معناتها بجملة العباد. ويقف حداك بوليس من التالي، وحداه وحداه هو من التالي، باش اللي من التالي يخزرك انت اش تتكلمي، ما تتكلميش حاجة سري، واللي وراي يعني يخزر له هو يتكلمش حاجة. هذا في كل حبس وكل واحد لازم يبدو الزوز وقفي معايا أنا ومعاه هو. ما تعرف باش نسامح ماش بنيت غير ما فيهاش سماح هاد ولا ربع، فيها السماح هدى. عندك الكلمة. احنا عائلة كبيرة شوية، كنا عائلة الأفراد متاحة نتكونوا من أمي وبابا و 14 صغير، كانت عيلة كبيرة شوية، كان رب العائلة يخدم ساق حافلة في الوقت هذاك، كنا تقريبا كانت العمار متاعنا متقاربة في بعضها، وكانت حتى العمار كانت صغيرة شوية. بداية المحنة في دارنا بديت تقريبا عام 84، أول مظاهرة قامت في بن عروس وخرجوا فيها تلامذة،
من خلال المظاهرة هذيك وقع توقيف تلامذة وحطوا ليستة نتاع الأسامي نتاعهم في المعهد، هذوك مش يقع الطرد نتاعهم طرد نهائي. كان من ضمن التلامذة هذوكم خويا عبد الرؤوف. مشاو باش يقراوا من غدويكا قالوا لهم راكم طاردين طرد نهائي. بديت الرحلة من عام 84. حاول بابا كونه ما يخليش هكاكا، مشى يقيدوا في الليبر باش يمشي يقرا ويكمل يمارس حياته طبيعيه كيما اخوته. الحاجه الوحيده اللي كانت عنده بابا قرايتك هذيك لا نقاش فيها، يلزمك تكملها وكهو. جاء عام 87 وفما كانت باش تقام مظاهره في وقت بورقيبه، وكانت المظاهره هذيك في رادس. تكلموا الاولاد قالوا رانا نحنا باش نمشيو الكل. وافقهم بابا، خرجوا الاولاد مشاو المظاهره هذيك، كانت العشيه مخر شويه. 87 وقتها بدينا نعرف المداهمات شو معناها مداهمات في الدار. احنا الاولاد مشاو وقالوا راهو فما كانت البوليسيه، قالوا راهو بات ياسر يعني بوليسيه، ما كناش نتصوروها كنا صغار شنو معناها برشا بوليسيه، شنو معناها، كنا ديما نتسائلوا شنو معناها هذيا. روح خويا رؤوف بكري ورقدنا عادي، قعدنا نستناو في خويا فيصل لكن هو ما جايش. بهدنا علاش ما جايش، وامي توترت قالت كيفاه خوكم ما روحش لتو علاش. احنا هكاكا ونسمعوا في الباب يضرب قوة، بهتنا نحنا كيفاش الباب تضرب بالطريقة هذيك، احنا صغار خرجنا نسكن الجراء. دخلت علينا مجموعة ما تصوروش يعني قداش من واحد، سلاحات بوليسية تضرب في البيبان، حصرونا في بيت، وينو خوكم عبد الرؤوف، وينو هذا، وخويا وقتها راقد. دخلوا له البيت، كسروا باب البيت ودخلوا، بداو يضربوا فيه قدامنا نحن نشوف فيهم، ويضربوا فيه بسببت نتاعهم على سقيه. قوم قوم، قام فجوع هو شنيا فما، قالوا له انت اسمك عبد الرؤوف، قال لهم اي. هزوه نتذكرها كيفاش هكا شنقلوه يعني من حوايجه وخرجوه هكا بقوه. نحن بهتين نخزروا بعضنا وقعدنا هكا، فهمنا كلها محلوله. خزر واحد منهم لاخوتي الصغار قال لهم تحركوا بقياعكم انتم ما تشوفوا شنو نعمل لكم، وشد عليهم الفرد. تفجعنا نحن اول مره نشوفوا سلاح، شو معناها هكاك سلاح. عشنا في حالة رعب، هزوه ونحن كنا في حالة ذهول. امي واقفه ما نجمتش تقول حتى شيء. بابا هو يقول لهم علاش، يقولوا تو نقول لك علاش يا حاج، تو نقول لك علاش. مازالوا كي خرجوا هما ونحن داخلين بعضنا في النهار هذاك. بعدها كيما نقولوا نحن حكيت ساعه ونص تقريبا، عاودت جاتنا مداهمه اخرى. مازلنا نحن نلموا في الشتات تاع الافكار نتاعنا في الدار، وفجاه دهمنا مجموعه اخرى ما نعرفوهاش بسلاحات ويضربوا في الباب، وجايبين معاهم خويا فيصل. شدوه قالوا شدوه في رادس. دخلوا للدار طول، وين انت ترقد، وينهم الكتب نتاعك، وينهم اخوتك الاخرين. ونحن نخزروا لهم، مشاو طول المكتبه وين نحطوا نحن الادوات المدرسيه نتاعنا. قال لهم هاو ادواتي، وقتها هو عامتها بكالوريا. يشد في الكتب ويقطع فيهم، ونذكرها كيما توا هز الكتب نتاع القرايه ويعيط يسيح الراجل يقول هذه اللي خرب لكم الافكار نتاعكم. هز كتب بس كتاب قرايه عادي، شنو اللي فيه؟ كتاب نتاع فلسفه ولا كتاب نتاع عربيه، شنو اللي فيه؟ يهزه ويبدا يرمي فيه يقول هذا اللي يهلك لك الافكار نتاعك انت، تو نوريك. لمك الكتب هذيك بطريقه وحشيه، يلموا في الكتب. امي خزرت لهم كيفاش يلموا في الكتب هذوكم، وخافت هكا علينا، دزتنا قالت لنا اقعدوا انتم في البيت لهنا ما تتحركوش. المده هذيك هزوهم وهزوا معاهم خويا عبد الرحمن. مده لقافات تراوحت ما بين جمعه وجمعتين وشهر للاولاد. خويا فيصل وقت اللي يروح بعد الجمعتين هذوكم اللي نتاع التوقيف نتاعو ما نحكي لكمش ظهروا كيفاش. ظهروا الكل مجروح، الكل بالدم، كي يجي باش يرقد ما ينجمش يرقد. امي تقول له شبيك، وهو يبدا يعيط يقول لها لا حد شيء. حتىش من غدوه قال لها امي يجي داوي لي ظهري. قالت له شبيه ظهرك؟ قال لها اجي تنوريك. مشينا نجراه ونحن الكل، شنو معناها اجي تنوريك؟ يهز مريوله، ظهره حاله، ظهره ازرق، الكل خطوط خطوط حمر بالدم، الكل مزلوع. قالت له امي مناش؟ قالها راهم ضربوني بطريقه يمينتي ما تصوريهاش كيفاش.
قعدنا مرعوبين من عام 87 ونحن مرعوبين من الحالة هذيك. بعد 87 جاتنا الأزمة الكبيرة لعام 90. عام 90 بالحق بدأت المحنة الكبيرة وبدأت من جد الضغوطات الكبيرة والمداهمات الكبيرة. بدأت أول مداهمات في الدار، احنا قاعدين في الليل وبدينا نسمعوا كل مرة والأولاد خرجوا من الدار، كل واحد منهم مشى لشيرة، قال رانا ما عادش نقعد نبات في الدار على خاطر كانوا كل مرة تجينا معلومة راهم بداوا يدوروا راهم بداوا يشدوا في الأولاد. كنا في بن عروس، نحن في منطقة بن عروس، وكل مرة نسمعوا واحد من الأولاد صحابهم كانوا يتشدوا، بدينا الحق نخافوا. أمي ما تصوروش الخوف نتاعها كيفاش كان. أول ما جاتها رجعت بها الفكرة كونهم هما باش يهزونا الأدوات المدرسية نتاعنا وباش يقطعوه. طول ما اللي بدات حملة الاعتقالات في بن عروس، أمي تصوروا تهزلنا في الكتب المدرسية نتاعنا اللي تشوفوا حجم كبير، وكانت يا إما تحطوا في ساشي وتحفر له حفرة وتحطوا في التراب، وأي واحد عنده فايد بريون كان يكتب فيها ولا يراجع فيها تقول له لازم هذيك كانت مخالفة ولا يشدوك عليها، تهزها تحرقها. كانت من الخوف نتاعها أمي حتى كي تحرقها تحطها في التراب، تبدأ تحفر عليها وتحط في التراب وتصب في الماء، تقول باش ما يشدوهاش ويقولوا ليها كما حرقتوا حاجة. حتى نجي نقولوا لها يا أمي ليه راهي قرايتنا، لا نقاش لا جدال فيها الحكاية هذيك، ما غير ما تناقشها فيها ليه يعني ليه. الحالة الرعب اللي شافتها 87 كيفاش هزونا هزوا الكتب نتاع القرايه نتاع خويا، قالت لي يعني ما تناقشونيش. كنا ساعات حتى كي نجيو نفادلكوا مع بعضنا واحد يدور يقول والله ما قيت شكل الكتاب الفلاني، يخزر له خوها يقول له صلي عليه صلاه الجنازه، برا شوف في انا تراب من التراب راهي دفنته امي. كنت شوفوا الكتب والمجلات اللي دفنتهم امي في الدار، لو كانوا جاوز الريعه راهي جنينه كل مليانه بالكتب وبالمجلات. على ما كانت من الخوف نتاعها اول حاجه رجعت لها هي استرجاع الذاكره نتاع عام 87 كي دخلوا هزوا الكتب نتاع خويا في القرايه، كانت ديما خايفه منها. بديتنا المداهمات، اول مداهمه صارت لنا تقريبا من ساعتين نتاع الليل، احنا راقدين ونسمعوا في الباب يتضرب ضربين ما تصوروش، يعني الضرب هذاك اللي كان في الباب حتى واحد ما كان يتصوره، وتسمع كان فوق السقف تك 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 وجري، وتسمع في ناس يضربوا عليك في الشبابك. تصور انت على الكونتور كله متاع الدار ناس تضرب في الشبابك. امي خرجت تجري وبابا ونحن خرجنا مفجوعين ونعيطوا ونصيحوا. واحد كسر علينا باب الدار ودخلوا يتجراو، تلمو انت كي تتصدم تخرج تجري وتتصدم بواحد ما تعرفش اسكو روحك تصدمت بحيط ولا تصدمت براجل، تهز روحك تلقى روحك قدام واحد ما تصوروش يعني الجهمات نتاعهم كيفاش. والسلاحات اول حاجه يعمل هيك حتى الضوء يقول لك ما تشعلش الضوء. انت صغير كيفاش تتصرف هكاك؟ انت صغير واخوتك معاك صغار ويزيد يشد سلاح في وجه اخوك ويحطه له في وجهه، واخوك يكون العمر نتاعو ما بين 12 و13 سنه، شنو يكون احساسك انت؟ شنو هي الطفوله اللي باش تعديها انت في الوضعيه هذيك؟ امي تفاجعت ياسر، بدات تسيح وقالت لهم عليه شنو هذا الكل؟ قالها هذا الكل خاطرك انت ما عرفتش تربي ولادك. بابا يقول لهم علاش وليدي شنو اللي عملوا لكم؟ يقولوا له يا حاج كان جيت ربيت ولادك تربيه باهيه راه ما وصلناش للحاله هذيه. دخلوا مشاو للكتب، اول حاجه يمشي للكتب، يمشي للغاردروب يفرتوا يهزوا، ويا ويلك اذا كان لقى شهاده مش شهيد نتاعك العلمي. هذيك اول حاجه يتصرف لك فيها طول يشدها اوتوماتيكمون يعمل هيك هكا. اكثر شهيدنا اللي خذيناهم كي كنا نقراو قطعوها منا طريقه وحشيه. الكتاب كان يهز لك الكتاب ويفرتوا هكا ويضربوا على توليده في الحيط، تبدا ساكت تبدا مفجوع تقول قرايتي ما عندك علاش باش تحارب انت كان على قرايتك. هذيك الحاجه الوحيده اللي عندك انت في العمر هذيك، ما عندكش حتى شيء كان قرايتك. هذيك اول المداهمات، هذيك اول ليله، هذيك ليله كانت مشؤومه.
عنا نحن ليلة مشؤومة هذيك حتى بمرور الزمن، وتوا شوف قديش عدينا عليها من عام. الليلة هذيك ما ننسوهاش، أول ليلة اللي عدوها معانا كيفاش، حتى نبداو قاعدين يقولوا شفتنا احنا كي تعديت الفترة هذيك نبداو قاعدين مع بعضنا ونحن صغار، يقولوا شفت انت شفت سلاح حقيقي في حياتك، يقولوا له نحن شفناه، يبدو ولاد الحومة يقولوا كيفاش شفتوه كيما نحن في الأفلام، يقولوا لهم اللي راه ماهوش هكاك السلاح الحقيقي، نبداو نوصفوا لهم فيه ونوصفوا في الألوان فيه، يقولوا لهم راه مش كيما اللي عدوهولنا في الأفلام، كيما اللي تشوفوه انتوما راهو ولاد صغار. تصوروا انتوما في العمر هذاك وين الطفولة؟ أنا طفولة يحكيوا عليها وحماية الطفولة، أنا هي في الوقت هذاك. من غدويكا وليت المداهمات في النهار وفي الليل، ما تعرفش عليهم وقتاش يدخلوا لك للدار. نبداو قاعدين مثال مع 11 تشوف كان الكلوار مليان بالناس نترعبوا احنا. مثال انت تبدا تحضر روحك في المغرب باش تتعشى، انت ما زلت ما حطيتش العشاء نتاعك وتشوف كان مجموعات دخلت عليك. فما مره جاونا من العشاء في العشيه مخا، جاتنا مجموعه ما تصوروش بسلاحات، اللي لابس كسوه، اللي ماهوش لابس، اللي مغطي راسه، اللي لابسين بالاكحل، لابسين بالازرق، الوين عمرنا ما ريناهم في حياتنا. رانا تفجعنا، اللي بالبروتكان يضربوا في الباب، دخلوا علينا للدار ما تصوروش قداش من واحد، ما تنجمش تحسبهم. وكل فرد من افراد العائله، بالرغم عائلتنا كانت فيها 14 واحد تقريبا، كل واحد وكل صغير واقفين حداه اثنين ثلاثه. راهم كي نقول لكم قتلونا بالرعب، وينهم اخواتكم؟ وينهم وين مشاو اخواتكم؟ يسالوا في بابا، شدوا بابا قالوا له شنو هالعيله نتاعنا؟ نقعدوا نخدموا كان عليكم انتوما دارتو نكتي، راكم ممرجتونا، راكم تحبتونا. يقول لهم بابا علاش؟ وينهم هما اولادي؟ اولادي راني انا بيدي ما شفتهمش، عندي مده ما شفتهمش. يقولوا له ملا التربيه تربي فيها في اولادك، ضيعتهم في هالمجتمع وضيعتنا نحن معاكم. هدى توقفوا اخوتك خمسه توقفوا، كان تحكي لنا وقت اللي توقفوا المعاناه نتاع الوالده. كانوا ديما كي يجيونا للدار يسالوا على حد نكونوا متاكدين اللي هما راهم شدوا واحد منهم. مشيت امي المره الاولانيه بعد الضغط هذاك، جاتها نوع من الهستيريا امي والكل، ولات ديما تحت ضغط كلي حتى لين هزيناها ولينا لطبيب نفساني. مشي بابا سال عليهم، كل مره يسال في بقعه يقولوا له راهو ما فماش، حتى لين جاتنا معلومات اللي هما راهم في الحبس. كي جينا معلومه اللي هما في الحبس نمشوا نتصلوا بالحبس، مثال واحد يقول لك هاو هنا واحد يقول لك مش هنا. اول الحبوسات كانت 9 ابريل، مشينا ل 9 ابريل ما غاديكا يمشي بابا يطلع لهم بطاقات زياره من المحكمه. بدات معاناه 9 ابريل وبدينا شنو معناها نعرفوا حبس، وبدات انواع الزيارات في الحبس. الاولاني يبدا في 9 ابريل، هذاك تلقاه تتهنى على الاقل جزئيا تتهنى كون اخوك هذاك في 9 ابريل. تمشي باش تنشد على الاخر يقول لك مش هنا. تمشي له برج الرومي يقول لك باهي هاو هوني. تراسي تمشي تطلع زيارة أمي السجن برج الرومي، تمشي باش تطل على خويا منير يقولوا لها مش هنا مثال في مرناك، تمشي تراسي لها مسكينة المرناك، يمشي يطلع بابا بطاقة زيارة المرناك. كانت كل واحد يحطوه في حبس، كل واحد نمشوا له الحبس. كيفاش باش تفرق روحك أنت جمعة كاملة كل واحد يحطوه لك في حبس؟ كانت معاناة كبيرة ياسر، وبدات معاناة القفة. القفة ما تصوروش قداش كانت صعيبة، ما تصوروش قفة في عيلة بالنومبر هذاك مع أبو بركة سائق حافلة في الوقت هذاك، ما تعرفوش قداش كانت صعيبة وقداش كانت تتكلف القفة هذيك. تعرفوا اللي لم هي عليها هي حسن التدبير، حسن التدبير هذاك. كانت أمي مسكينة، مش نقول لكم هي حسن التدبير، هي اكثر من حسن التدبير. ما انه كانت شعريه نتاع بابا كانت ضعيفه ياسر، كيفاش كانت باش توفر القفه وكانت يلزمها تهزلهم قفه؟ تعرفوا شنو معناها تهز قفه؟ يعني هو يحس اللي اهله لاهين بيه. تعرفوا شنو معناها قفه؟ قفه يعني اهلك رم حشتهم بيك، رم اهلك ما قطعوش السيله بيك.
أمي علقتي أسر من القفة. تصوروا كنا نمشيو للأسواق، ناس تمشي للسوق، كانت تمشي مبكر للسوق تاخو حاجيات متاعها وتروح. احنا كنا نمشيو للسوق آخر السوق باش كانت الخضرة ترخص وتنجم انت تشري منها الخضرة هذيك. كانوا الخضارة يلوحوا الخضرة متاعهم بعد ما يكملوا البيوع متاعهم، كانوا اللي يبقى لهم الخضرة تلوح. كنا الخضرة هذيك نمشيو نبداو قاعدين لوطة ونحنا صغار ونفرزوا فيها الخضرة هذيك. معاناة القفة بالحق اللي ما مشاش للحبس وعاش فترة ما يعرفش شنو معناها وما يعرفش شنو معناها الخصاصة. وصلنا في فترة القفة باش خواتنا ما يتحرموش، اخواتنا توصلهم حاجة ولو بسيطة من القفة. كنا ناكلوا ماء نحطوا فيه خبز يابس نحصروا فيه القارص ناكلوه. علاش؟ باش نوفروا القفة. تعرف خوك بعيد عليك، تعرف خوك تحرم برشا حاجات. هدى امك ما كانتش تهز قفة، كانت تهز 6 قفاف. هذه مهمة نتحكينا كيفاش تنجم تعمل 6 قفاف في الجمعة، كيفاش كانت تعمل، كيفاش كانت تقاسي. كانوا يتعمدوا الإساءة لنا، كانوا يتعمدوا الإساءة لأمي. نهار الاثنين تزوري واحد يزمك نهار ثلاث تمشي للآخر، نهار الأربعة تمشي للآخر، نهار الخميس للآخر، نهار الجمعة للآخر. كانوا يتعمدوا نهار الزيارة ما يكونش نهار القفة، باش كي تمشي هذاك عندك قفة وزيارة، كل نهار عندك قفة وزيارة، كل نهار كان الديريكسيون نتاعك تمشي الحاجة. صورونا في العمر هذاك كنا نقسموا رواحنا مجموعات مع أمي باش نعاونوها. تصوروا أنتوما كل ليلة أم ما ترقدش هي والبنات متاحها وأولادها باش نعاونوها. تلمون احنا نتعب وتسخف علينا تقول برو أمشوا أرقدوا، هي تكمل طيبها حتىكش الأربعة متاع الصباح تبردها ونحنا نخرجوا مع الأربعة ونص 5 غرباء. إذا كان زيارة تقسم أمي زيارة هي وتهز معاها زوز من الناس، وإذا كان قفة يلزم قفة هذيك يهزوها زوز من الناس. كانت ترزينا ياسر القفة هذيك. كل يوم كنا نمشيو على المنوال التالي، كل يوم ونحنا هكاكا مجموعة تمشي للزيارة ومجموعة تمشي للقفة. من قدويكا نعاودو أمي تمشي للزيارة ويتبدل برنامج، اللي مشاو للقفة يمشيو للزيارة واللي مشاو للزيارة يمشيو للقفة. كنا كي نمشيو للقفة المدة الأولانية كانت القفة نهز وقفة ما تصوروش. يعني انت تعرف واحد مسجون وتقول ما هوش قاعد ياكل ما هوش قاعد يشرب، على الاقل انا نوفر له 3-4 ماكلات باش نهزهم له، نوفر له الغله نوفر له كل شيء. المعون تعرفوه كان في البلاستيك. كانت كي تتهز قفه ونمشيو للزياره القفه هذيك ما ترجعش. تعرفوا شو معناها قفه ما ترجعش؟ يعني باش ينضاف عليك مصروف، يعني باش تزيد انت تزيد تمشي تشري معون اخر، تشري قفاف اخرين. كنا ديما نقولوا علاش ناس تخرج لقفيف نتاعهم واخواتنا ما يخرجوش لقفيف نتاعهم، علاش ناس تخرج دبش واخواتنا ما يخرجوش الدبش نتاعهم. امي ديما تقول لهم علاش ما تخرجوش وليداتي دبشكم بالاخص الفتره الاولانيه. قولوا لها لا يا ميمتي احنا رانا نلبسوا ناس الكل مع بعضنا. تبهت امي كيفاش تلبسوا ناس الكل مع بعضكم وهما ثرنتهم كانوا الاولاد الفتره هذيك من كثره التعذيب. اللي ظوافر نتاعو منحيه واللي ظهروا مسلوخ بالتعذيب، كان اللحم نتاعهم لاصق في المراول، تلمو كان ينفخوا المراول في الماء الولاد ويغسلوهم بالصابون باش ما يخرجوناش. قعدوا تقريبا 6 أشهر ما يخرجوش في الحوايج نتاعهم، وبعد ولاو يخرجوا الحوايج كي تجي تثبت تلقى في الذنيه من داخل نتاع المراول ظويفر اللحم فما دم يابس ماهوش منحي. بدينا نتفجعوا، بدينا نسالوا فيهم. كي تسالوا امي تمشي للقفه وتقول له ولدي علاش انت هكاكا، علاش فما دم، علاش فما ظفر. انهاروا كان يجيو الزياره الاخرى امي كي تمشي ما يخلوهاش تزور، يقولوا لها راه ولدك في السيلون. علاش في السيلون؟ على خاطر هو مثال. قالها يا امي راه ضربوني والا يا امي راني تعذبت.
كان كي يمشي للسيلون وما نزوروهش، بعد السيلون هذاك كي يخرج يخرج يديه لوطه ما تنجمش تشوفه. انت على اول ما تدخل الساعه كي تجي باش تزوره طول تبدا تخزله هكايا، نقصته حاجه فما حاجه ماهو لاباس، تبدا تخزله في وجهه، تحس عينيه محوقه، تحس ليه، تحس وجهه احمر ليه. يجيهم ما كانوش يهزوهم، علاش؟ خاطر يجيهم كان تبدا بالدم ولا ظوافرهم يبداو منحيين. يخرج من السيلون يبدا يكوع. كي يجي باش يخرجوه يقولوا له هيا وفات الزياره، تقولها يا امي راه ولدك شوفي كيفاش يمشي. تزيد هي اكثر، تصوروا واحد يخرج من الاربعه نتاع الصباح باش يمشي يزور، يزيد يشوف ولده هكاك بالطريقه هذيك كيفاش تكون الحاله النفسيه نتاعو، وباش يزيد يعاود يسهر في الليل باش غدوه يمشي يزور خوه اللي بعده. معاناة الحبس كانت معاناة ما تصوروهاش. معاناة الحبس تبدا من الشارع، ملي انت خارج من الدار، ملي انت هاز قفة، الوجوه اللي تشوفهم في الشارع هي بيدها اللي تركب معك في الكار، تتلفت في الكار تلقاها بجنبك، توصل قد قدام الحبس يكون بجنبك. الحبس من برا يجي باش ياخذ بطاقات زيارة، يقولها لابسة هكاك راك ما تدخلش. امي احنا من الجنوب، أمي كانت محافظة ياسر، إلى حد الآن فماش خروج كان بالسفسير. كانت كي توصل قدام الحبس يخزر لها العول البرة، نبدو مازلنا في الشارع باش ياخذ بطاقات باش يدخلنا لداخل. يقولها نحي عليا السفساري هذاك، لابسة تحته حاجة، تقول وليدي ما لابسة حتى شيء، هذاك سفسارية ما نجمش نحيه. يقولها نحب نشوف شنو اللي تحته، تقول راس ولدي لا عندي حتى شيء، يقولها ما يسالش، هز شوية خليني نشوف لون شعرك. احنا كنا نجمو نتفاداو هذاك شوي بحكم خاطرنا صغار، وكل كنا ديما يا اما كاسكيت وكشكول يا اما بوني. كنا ياسر الحق في الشتاء كنا مسلكينها ياسر، العبد يبدا لابس هاكا طربوشه صوف يحط كشكول ويبدا لابس الكابوت نتاعو بالطربوشه، كنا باقي في لنهوان شويه. اما يحسرك بها كي يبدا الحال حال سيف، يقولها عامله مساك لازمك تنحيه ما كانش ترجع. تقول له عايش ولدي كيفاه، يقولها ما فماش، اذا كانت تحبي تدخلي لولدك تنحي المساك هذاك. تقول له عايش ولدي هاني عملتها هاني ربطتها تقريطه تونسيه، يقولها حتى كان ربطتها اقشحلتي لي شويه. تدخل داخل مازلت في الباب، كل مره في الباب سي انت باش تدخل الباب الشومبر اللي باش تزور فيها، يطلع لك بطلعه يقف لك قدام الباب يقولها يتنحيها الفولاره جمله ما ينفعش دخول، يحطها امام امر الواقع. عايش ولدي شوفني انا قداش كبري، احسبني كيما امك، يقولها انا امي حجت اربع حاجات وخمسه حاجات وما ريتهاش امي عمرها ما لبست اللبسه هذه. تقول له عايش ولدي راني كبيره راه عيب ما يطلعش حتى عليا، يقولها العيب مانيش قاعد نعمل في العيب، يا اما تنحي الفولاره نتاعك يا اما ما تدخلش لولدك. هدى الحبس كبيره. هدى انت حكيت لنا كيفاش الستة كانوا موزعين على ستة حبوسات، لكن في فترة ما لموهم فرد حبس، كيفاش فك الفترة هذيك تعاملوا مع الوالدة، كيفاش نظمت هالقفة هذية والزيارة كيفاش؟ الزيارة مستحيل يحط لك واحد بحذي خوه، مستحيل. مرة مشينا باش نزوروا رؤوف نلقاوه مازال كي جاي، قال راني كنت في السيلون. عليه في السيلون خزر قال لنا والله كي كنت في الداخليه ارحم ياسر بالسيلون. تصورت يا خوك تمشي تزور يقول لك الكلام هذا شنو معناها، يعني تعذب بطريقه انت ما تنجمش تصورها. سقيم ما نجمش يمشي عليها، كي يبدا واقف يبدا جهد في الحيط باش ينجم يكلمك. قال تعرفوا انا علاش دخلت للسيلون؟ قال نحنا في الليريا وشفت خويا مهدي يرحمه ما غادي، قال ما تصوروش قداش فرحت اللي عرفت خويا معايا في الحبس. مازال يهز في يده باش يقول له انا هاني هنا، يعني باش يسلموا على بعضهم من بعيد، قريب العام ما شافوش بعضهم هما والكل. هو شافوا هز يده وهما هزوه، عذبوه هبطوه للسيلون، قالوا له شكون هذاك ومنين تعرفوا؟ كيفاش تعرفوا؟ تصوروا كانوا يعملونا يوصلوا يعملونا مثال نهار يزوروا زوز مع بعضهم.
نمشيو من 8 نشدوا الصف باش ندخلوا للزياره. كيفاش كانت الزياره؟ يحط لك الزوز يلزمك تزورهم مع بعضهم، والزوز في زوز شامبر كل وحده سيباري على الاخرى. كيفاش باش تدخلوا لهم انت زوز مع بعضهم؟ كنا نقسموا بعضنا، كل ثلاثه يلزمهم يدخلوا الواحد، يعيط لهم اثنين مع بعضهم، تصوري في نفس الوقت. وكانت الزياره نتاعنا ساعه ديما هي الاخرانيه، ديما ما بين نص نهار ونص نهار ونص. الزيارة الفترة الأولانية ساعة كانت ما تفوتش ثلاثة أربعة دقائق، إذا كان بالقدية هذه ثلاثة أربعة دقائق قلت له وينك وشنو حوالك ولاباس وراهي العائلة لاباس. ما زلناك بدينا تقول له عسلامة وينك؟ يقول لك فات الزيارة. ديما نقسموا بعضنا. العيلة كاملة كانت مجندة. مجموعة باش يدخلوا الرؤوف، مجموعة كانت تمشي الفيصل، مجموعة باش تدخل المهدي يرحمه، مجموعة باش تمشي المنير. مشينا عنا سق هذاك. ضيعت الناس كل قرايتها، ضيعت اي واحد عنده كان خدمه كان يضيعوا. علاش باش تمشي لخوك؟ تعرف شنو عليها تمشي لخوك للحبس؟ بس باش يحس اللي وراها راهو عائله. العائله هذيك ما خليتوش، ماهيش باش تخليه. العائله هذيك ما دامها تولدت على كونها تكون متماسكه يلزمها تقعد على طول متماسكه. امي ديما تقول لنا خواتكم، وياكم يجيكم نهار تفلتوا في خواتكم. راهو اللي شاف الحبس وشاف اخته كيفاش بعدت عليه واخته كيفاش تعذب ويعرف بالحق مع العائله. في الحبس كان خويا مهدي يرحمه كانوا يتعرضوا لاولاد ديما كانوا لازم باش يمرضوا في الحبس. خويا مهدي مرض بالقدا في الحبس. خويا مهدي يرحمه جاتو كحه، بدا يكح وبدا يتقلق، يقول لهم عدوني على طبيب. يقولوا له عليه طبيب على شويه كحه. بديت الكحه هذيك تمشي وتزيد، نمشوا له باش نزوروها يتنفس يبدا بالسيف، يقول راني نحس في روحي مانيش عادي، راني نحس في الرويري نتاعي ماهيش عاديه، راهو التنفس نتاعي نحسه شايح، نحس فيه يخرج بقوه. امي تقول له يا وليدي ما نقولوا فما طبه. يقول لها يمين تيرا وطبيب ما يعطيني حتى شيء، يعطيني كما نقولوا نحن اسبرين ولا بنادول ولا حاجه، يقول له اكاو. يقول لها راهو ما يعمل لي حتى شيء، راهو الدواء اللي يعطي لي فيه الطبيب راهو ما يعمل لي حتى شيء. حتى كي كان يتنقل من حبس لحبس ويقول لها براني مريض، يقولوا له لا على شويه كحه. بدات تستمر الكحه هذيك وبدا يبدا عنده ضيق في التنفس، بدات تتاثر الرويري نتاعو حتى لين خرج من الحبس. خرج بالحبس زاد تأزم برشا. كي خرج من الحبس كل واحد منهم يخرج من الحبس المدة الأولانية لأولاد اللي عدوا ما بين عام وستة شهر انتماء حتىكش لثلاثة سنين. أول ما يخرجوا من الحبس لازمتهم هذيك المتابعة، المتابعة إدارية كانوا كل يوم. يزمك تمشي تصحح ثلاثة ولا أربعة مرات. خويا مهدي ما يزيش كان مريض مسكين. ويزيدوا يقولوا لي لازمك تجي اربع مرات في النهار. تعرفوا شو معناها اربع مرات في النهار؟ يعني واحد ما يلزموش يخدم، واحد ما يلزموش يكمل قرايته. تعرفوا شو معناها واحد يقرا ويكمل قرايته؟ هدى انت شنو صار لك في الحكايه هذه؟ وقت اللي بدات المداهمات على الدار وفتره الاعتقالات انا كنت نقرا في رادس. كنا نقراو في رادس وكانت فما فرقة من رادس تجي، كانوا كل مرة يديهموا الدار. جاو هزو خويا عبد المنعم كان يقرا معايا في رادس، كان في ليسي تكنيك وانا عملت تي او جي. احنا مرة في رادس وتصارت مظاهرات. فترة المظاهرات هذيك مرة نحن مروحين، كنا في الليسي ومروحين ثلاثة بنات شدونا قالونا باش نهزوكم تعملوا التزام على الخمار في المركز. احنا بنات صغار مشينا للمركز. تصور بنية صغيرة تمشي للمركز كي يعرضوك الأعضاء تاع المركز هذاك شنو تحس؟ كي يعرضك واحد تنجمش حتى باش تهز راسك هكا تشوف راسه وين، شنو احساسك في الفترة هذيك؟
يضربك بالمفتاح على راسك، يضربك بالكف على راسك، ينحي لك خمارك بطريقة ما تصوروهاش، يعني يخق كبير. نحونا خمارات موقع الاعتداء علينا، ما تصوروش كيفاش، يعني ضرب، إهانة، سبين، كلام ما تصوروش كان يقولوا لنا فيه. صححنا وخرجنا، قعدنا يجي ساعتين. كنا باش نروحوا، كيفاش باش نروحوا؟ وجوهنا حمر هكاكا والكف، كنت كي تاكل كف، تعرفوا كف؟ يعني تقعد في حالة ذهول، في حالة غيبوبة، بك الكف هذاك على الأقل دقيقتين ثلاثة باش يرجع لك الوعي نتاعك اللي أنت راك في المركز. تصورونا خرجنا من غاديكا، مشينا للبحر، نشدوا في الماء البحر، نغسلوا بيه في وجوهنا، نكمدوا بيه في وجوهنا باش ما نروحوش للمدينة، باش ما يسمعوش بينا اللي نحنا شدونا. جات فرقة في الليل يفركسوا على خويا عبد المنعم، دخلوا ما لقاوهش، وهو وقت عبد المنعم شدوه وقع، شدوه جماعة الحرس نتاع شارع فرنسا في بن عروس وخلوه عندهم. جاو في الليل، وقعت المداهمات كما العادة، وبعد خزر لي قال لي انتي تونكتي نتاع رادس؟ تفجعت انا وخفت، يقول دهر على الحكايه هذيك. قلت له اي نقرا في رادس؟ قال لي غدوه تو نتفاهموا. تصوروا ام تسمع في الليل عون امن يهدد في بنتها تو غدوه نتفاهموا، شنو باش يكون الشعور نتاعها؟ من غدوه الصباح قالت لي انسى باش تمشي للليسي، ما يلزمكش تناقش، ما يلزمكش تناقش على خاطر تعرف انت الوضعيه اللي فيها داركم وتعرف شنو اللي جرالك. قعدت الاربع ايام هذوك ما مشيتش للقرايه، عملت سيرتيفيكان، جيت نهار الاثنين ماشيه انا داخله للليسي، العساس من برا تونكتي لي دار حشتهم بيك، حسيت فما حاجه. انا طلعت للاداره وقيم العام قال لي اسمع انت ممنوع تحط ساقيك هنا الا ما تجيب ولي امرك. قلت له تو نجيبه بابا، نمشي تو نجيبه ونجي. بابا الفتره اللي نحنا نقراو فيها في رادس كان ديما ياخو السكتور هذاك، ديما كان يخدم في الديسات. قلت له تو نجيبه بابا، حتى كان يتعدى بالكارطه ونوقفه نقول له بابا راهو في الاداره حشتهم بيك. قال لي لا تجيب امك، وقال لي توا تمشي تجيبها. بهت انا شو معناها نجيب امي؟ روحت للدار قلت لي امي شبيك روحت؟ قلت لها راهو ما حبوش يقبلوني، وقال لي ما تجي الا ما تجيب معاك امك. قلت لي كيفاش هذا كلام يتقال؟ شنو تجيب امك وبوك وينو؟ قلت لها راهو قال لي هكا. قعدنا نستناو في بابا، روح العشيه قريب ما ثلاثه هكاكا دخل، مشيت امي حكيت له الحكايه، قلت له راهو طردها وقالها ما تجي الا ما تجيب معاك امك. قالها عليه عسكر كردونا انا هنا، شكون الولي نتاعها؟ قال لي بابا البس هاي نمشي. لبست مشيت انا وبابا لليسي، احنا دخلنا هو قالوا تفضل، قالوا انت راك طردت بنتي صباح، وقلت لها ما ترجع لما تجيب ولي امرك، انا راني بوها ولي امرها. قالوا ليه ماكش ولي امرها؟ قالوا هاي بطاقه التعريف نتاعي انا نكر فيها بنتي. قالوا لي انت ماكش ولي امرها، احنا حشتنا بامها. قالوا شنو معناها حشتك بامها؟ قالوا لي احنا حشتنا بامها، عندنا حاجات اوراق لازم تصحح فيهم، الام ما عندوش الحق البو يصحح فيهم. قالوا انا مرتي ما تخرجش ما تجيكش الليسي، قالوا حتى بنتك ما ترجعش الليسي. من وقتها طردوني الليسي، انا رجعت قلي مستحيل على كونك الساق نتاعك تحطها في الساحة، يا إما تجيب أمك يا إما انساها برايتك. بابا قالها أمي بتمشيش، وأنا إذا كان هي باش يصير لها كيما صار لخوتها الأولاد ما فماش داعي كونها هي تكمل الدراسة نتاعها. قعدت في الدار، قعدت في الدار وتصوروا العبد الأزمة اللي تصيرلو، دخل على القراية بتاعو. علاش؟ على خاطر خمار، الخمار شنو باش يزيد وشنو باش ينقص؟ كان في الوقت هذاك فماش حتى واحد يحمي عليك، ما تلقاش منظمه مثل تحمي عليك ولا
ويقول لك حرية. وين الحرية وقتها؟ ما عندكش حتى الحرية أنت باش تلبس. تصوروا نحنا مرة قاعدين في الدار كلنا. دخل علينا الحاكم. القلق قاعدين البنات وبابا معانا وقاعدين نحكيو. هو كان يدخل بدون استئذان. المتربي فيهم يكسر عليك باب الدار ويدخل. القلق قاعدين. قال له شنو يا حاج؟ يا اخي عيلة كاملة مقربتينا. تجعنا نحنا وقمنا. قال له حاج لمهم الكل وهيتهم معك للمركز. باش يمشيو نعملوا التزام. تصوروا خارجين من الدار شفتوا الدجاجة والفلالس نتاعها تمشي. بابا يمشي مسكين القدام وباهت ونحنا نمشي وراه الكلنا. هزونا للمركز. ما تصوروش الكلام. ما تصوروش شنو يقولوا في المركز قدام بو وبناته ومرته. الكلام اللي عمرنا ما سمعناه. الكلام اللي عمرنا ما نعرفوه. راو كلام بذي ما تصوروش. والجملة الشهيرة اللي عنده انتو ما درتوا نكتي عذبتونا. ما فهمناش منين خرجتونا. انتو ما تعرفوا شنو كاركم. كاركم في الصحراء وننفيوكم ونطرقوا عليكم بالنار. بشوف الناس اللي متاعكم غادي. ما تنجميش ترجع عليهم. بوليس كيفاش بشي يرجع عليه الأب. عملنا لكلنا التزامات وروحنا. شكرا هدى. شكرا على شهادتك. هدى والله ديما نقول الحمد لله اللي تغيرنا من حال لحال. الحمد لله اللي وصلنا للمرحله هذه. احنا عاقدين النواره في الثوره. ما تصوروش قداش فرحنا برشا بالثوره. نتصوروا احنا هنا باش نوصلوا بالحق المراه ومعاناه المراه. راهو كانت على امتداد سنين في الدوله هذه وما زالت المراه باش تعطي وما زالت المراه باش تجيب اجيال. راهي الام اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. تحيه لكل ام وتحيه لكل مناضله. وان شاء الله كل واحد ياخو حقه في البلاد هذه. واللي يستحق باش يتحاسب يلزمه يتحاسب. خاطر راهو واحد بالحق يضيع قرايته. طفوله ما عشناهاش كيما عاشوها ناس طفوله. ناس عاشت طفوله قرايه ومرح وفرح. المرح متاعنا كنا كي نمشيو زياره باش تشوف خوك وينو. الفرح متاعنا كنا تشد مجله باش تقراها تلقاها مقطعه في الشارع تشدها تبدا تقرا فيها. لحلحوا بجيران باش يعطونا جرايد متاعهم باش كنا باش نقراوهم. كنا بسرقه على امي باش امي ما تاثرش. وان شاء الله كل واحد يلقى فعله ونتقابلوا عند ربي ان شاء الله. شكرا هدى. يعيشك. الشهاده